هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة جديدة، وصفات سهلة وبسيطة ولذيذة جدا النهاردة هنعملها، ان شاء الله تنفذوها وتعجبكم. هنبتدي بوصفة من ألذ الوصفات، وتقريبا كلنا عايزينها وكلنا بنحبها، ولما بنعملها في البيت بننبسط قوي. هي وصفة العيش الشامي. الوصفة دي اتطلبت مننا الأسبوع اللي فات، كان تقريبا يوم الخميس، وأنا وعدت المتصلة إن احنا نعملها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، وكان عندنا حلقة فاضية كده مش عارفين لها نعمل لها إيه، وهي حلقة السبت، فكان الأربع، وقلنا هنعمل وصفة العيش الشامي مع بعض. فيلا بينا النهاردة نعمل العيش الشامي، هنعمل كمان عجينة الطعمية، والحلقة إن شاء الله تبقى لذيذة وحرشة كده وجميلة، وكلنا نعمل عيش شامي وننبسط. مقادير وصفة العيش الشامي هتنزل قدامنا حالا ونقول المقادير. يلا بينا. عايزين نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، مية دافية للعجن أو حتى مية من الحنفية، احنا في الصيف بلاش المية تبقى دافية قوي أو رايحة لأنها تكون دافية قوي، فيا إما دافية بسيط كده يا فترة من الحنفية عادي جداً. عايزين علبة زبادي اللي هي أصغر حجم خالص، العلبة الصغيرة، وده بيديها طراوة جميلة جدا جدا. ينفع من غيرها؟ لو عايزة تشيلي الزبادي شيليه. المية هنحط حوالي كوباية، بس هنشوف على حسب نوع الدقيق، على حسب انت حاطة زبادي ولا لأ، في حاجات كتير بتفرق واحنا شغالين بنفهم هنحط قد ايه، ولكن خلي جنبنا كوباية مية. كوباية المية تبقى فاترة كده من الحنفية، معانا خميرة كويسة، الخميرة تبقى لسه جديدة، مش فاتحين الكيس بقالنا شوية وقافلينه كده وخلاص. عارفين القفلة اللي هي قال يعني قفلته؟ لا مش دي، عايزاها مقفولة كويس قوي، ويبقى الكيس يدوب على قد الاستخدام. عشان كده بقول لكم دايما اشتروا خميرة اكياس ويدوب، نشتغل من الكيس يبقى حلو كده على قدنا، بدل ما نجيب اكياس كبيرة، علب كبيرة، حاجات كبيرة قوي، وبعدين نكتشف ان احنا ما استخدمناهاش وباظت. العجين من اهم مواصفات العجين الحلو علشان يظبط معانا هو العجن. العجن، فقرة العجن دي تاخد وقتها كويس قوي، ما حطش مية زيادة، ما حطش دقيق زيادة، ما استعجلش في إضافة المية ولا في إضافة العجين. العجين محتاج إن هو يرتاح مرة أولانية قبل التشكيل ومرة بعد التشكيل. فطبعا المرحلة الأولانية وهي مرحلة التخمير بتاخد وقتها، وبعدين بنسيب المرحلة التانية اللي هي بقى العجينة ترتاح كده وهي متشكلة. دي حاجات مهمة جدا جدا نعملها وإحنا بنعمل أي معجنات. نوع الدقيق مهم قوي قوي قوي، فمن فضلكم استخدموا نوع دقيق كويس قوي جميع الاستخدامات أو للمخبوزات إذا عايزين تعملوا عيش حلو. يلا بينا. إيه ده؟ أنا نسيت الرغيف على النار. طيب حلو حلو أهو الرغيف بقى معانا وبقى جميل. خليني كنت بجربه قبل الهوا بس، يومي يومي والله حاجة رائعة. يلا هنكمل بقى، بس احنا ممكن نسوي في الفرن يعني، خليه على جنب كده، وبعدين نشتغل ما بين الفرن وما بين الطاسة، الاتنين حلوين. اهم حاجة بس الطاسة، ولو ما عندكيش فرن مفيش مشكلة، هتشتغلي في الطاسة بتطلع زي الفل. ديكو شفتوا اب يعني وبقى جميل، بس الطاسه تسخن كويس قوي. نعم يا ام مريم. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا، انا كويسه. انا ما كنتش من زمان فاكراني. ايوه يا حبيبتي وحشاني، عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا كويسه بخير الحمد لله. وصفاتك كلها حلوه والله. انت اللي حلوه يا حلوه، ميرسي، شكرا والله. كل حاجه بتعملها بتبقى حلوه. شكرا يا حبيبتي. الزلابيه طلعت تحفه. طب الحمد لله الحمد لله، فرحتيني. انا مبسوطه قوي ان انت جربتي الزلابيه والله. انت عامله ايه في دعاء؟ كويسه حبيبتي، عامله عيش النهارده بقى، عايزاكي تجربيه وتقولي لي. حاضر من عيني. استنى رايك بقى. ماشي شكرا يا ام مريم. تعالوا نحط الدقيق كده، ونحط على الدقيق السكر والخميره. يلا بينا. البيكنج باودر، الزبادي كده اهو، ونحط شوية من المية ورشة الملح بتاعتنا، ونبتدي نعجن. يلا بينا. ادي
رشة الملح عشان العيش يبقى له طعم كده، ما يبقاش عادم خالص او دلع كده وملوش طعم. ننزل بشوية مية حلوين ونعجن ونشوف هنحتاج قد ايه. يلا واحنا بنعجن هنكمل بقية كمية المية. شفتوا بقى اهو احتاج ميه ازيد من الكوبايه كمان، يعني مش بس كوبايه ميه، لا خد كوبايه بقى ومش هقول ربع، اقل من الربع. نكلم مين؟ يا ام عمرو. ام عمرو ازيك يا حبيبتي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ وحشتيني قد الدنيا. الله يسلمك، اهلا وسهلا. أخبارك إيه؟ أنا كويسة يا حبيبتي، أنتِ كويسة؟ إزاي يا حسن وحشين؟ كويسين يا حبيبتي، بيسلموا عليكي. الحمد لله بخير. تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. الله يسلمك، ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم ناجحين كده إن شاء الله. يا رب يا حبيبتي، أنا وأنتوا كلكم ربنا يسعدكم. ربنا يسعدك يا حبيبتي. أشكرك. شكرا. الله يسلمك. تسلمي لي يا روح الله. قلبي. شكرا أوي 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 يا أم عمرو، تسلمي يا حبيبتي. لازم نعجن بسرعة، ما ينفعش نسيب العجينة في نص العجن كده لأنها هتتشرب مية من ناحية والناحية لأ. المرحلة دي لو احنا بنعجن بالعجانة المفروض ان احنا نغير السلاح ونحط السلاح التاني بتاع العجن. السلاح ده بيكون بتاع التقليب، يعني لو انا مثلا سيب اعمل كوكيز او على الاقل في اول العجن لو انا عايزة اعجن بيه في الاول مفيش مشكلة، ولكن في النص بنغير السلاح ده ونحط السلاح التاني بتاع العجن اللي هو اللي بيبقى اسمه ايه، زي الحربة كده. هل اوكي يلا بينا خطاف. اه بالظبط. لو انا بعجن بايدي بعجن لمده 7 دقائق 10 دقائق لحد ما العجينه تبقى معايا ناعمه ولذيذه وملمومه زي ما هي ملمومه كده وكل حاجه، ولكن بنبقى محتاجين ايه؟ ان احنا ننعمها ونضغط عليها ونجيب من اليمين للشمال كده 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 لحد ما العجينه تنعم معانا وتبقى زي ما احنا شايفين كده. مهم قوي يا جماعه موضوع العجن لفتره طويله علشان تطلع معانا العجينه مخدومه كده ومظبوطه. معانا مين؟ يا ام خديجه. الو ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ كويسه يا حبيبتي الحمد لله بخير. انا اللي كلمتك اول امبارح فاكراني يوم الخميس. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله بخير. أخبارك إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يا رب دايماً يا رب. يا رب يا حبيبتي بسمع صوتكم بخير دايماً. يا رب. قولي لي عندك أي سؤال أو استفسار؟ لا شكراً، بس هو أنا ممكن أطلع معاكي يعني أطبخ وكده؟ تنوريني، يا سلام، بس كده نعمل حلقة ونستضيف فيها ناس حلوة زيكم، نفسي قوي أعمل الفكرة دي.
ان شاء الله نعرضها على الاداره ويوافقوا عليها وتنورونا كده ونعمل فعلا حلقه من وصفاتكم وتيجي تطبخوا معانا. حلوه الفكره. شكرا يا ام خديجه. بصوا حبايبي، انا ممكن ان انا العجينه دي كده زي ما هي اقوم واخداها ومخمراها الاول لمده 45 دقيقه، وبعد ال 45 دقيقه اخدها ابتدي اقطعها كور واسيب الكور كوره كوره ترتاح تاني لمده مش اقل من 10 دقائق، اوكي؟ فانا ايه ممكن من الاول خالص اقوم مقطعاها كور وسايبه الكور ترتاح لمده الساعه لحد بقى ما ايه ابقى انا عملت خطوتين في خطوه واحده، يعني بدل ما اعمل كده وبعدين اقوم مقطعاها كور واسيب الكور تاني، لا انا ممكن من الاول اقطعها صغير خالص على قد الرغيف واعمل كده الكوره كويس كده 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 واقلبها كويس واعمل يمين وشمال وكل الكلام ده، وايه انعم الكوره بتاعتي واسيب الكور دي ترتاح كده قدامي ومتغطيه لمده ساعه، اوكي؟ وبعد الساعه اخدها وابتدي اشتغل فيها. تعالوا بقى ايه نلم ده واوريكم كده بعد ساعه الكور بتاعتي من العجينه بتبقى عامله ازاي. اهي نكلم مين؟ يا ميار ازيك؟ ازيك يا شيف عامله ايه؟ اهلا وسهلا، عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، وحضرتك عامله ايه؟ كويسه حبيبتي الحمد لله بخير. انا اللي كلمت حضرتك قبل كده فاكراني؟ منوره يا حبيبه قلبي، صوتك مش بعيد عليا طبعا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا حبيبتي. وحشتيني خالص والله. يا حياتي انتوا وحشيني على طول وبنبسط قوي لما بسمع صوتكم. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. ممكن اختي تكلم حضرتك؟ طبعا، اسمها ايه؟ مرام. يلا بينا. يا مرام ازيك؟ ازيك يا شيف عامله ايه؟ اهلا اهلا بالحلوين، عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. وحشاني قوي. وانت وحشاني دايما، انت ما بتتصليش بيا ليه بقى؟ الو؟ انا هستناكي تكلميني كتير. ايوه هو بس انا كنت بتصل عليكي بس كان بيديني مشغول على طول. لا انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك النهارده وهستناكي تكلميني تاني. وانا اكتر ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. بصوا بقى حبايبي، الكور قدامنا كده خلاص بتبقى وصلت للمرحله اللي احنا شايفينها دي ديت مثلا كده بعد ساعه، فبعد ساعة أقدر إن أنا أخدها وأشكلها على شكل الرغيف، أوكي؟ أهي طبعاً ناخد بالنا إن دايماً العجينة تبقى متغطية علشان ما تنشفش. أقوم واخداها عاملاها على شكل فرداها كده، بسيب لها طبعاً سمك يعني ما برفعهاش قوي، ولكن من أهم عوامل نجاح الرغيف بتاعنا إن هو يتساب يرتاح 10 دقايق تاني على الشكل ده، عشان بعد كده بيقولوا لي ايه؟ لا ما فتحش مننا، حاولنا وعملنا كل الخطوات زي ما انت عملتي بالظبط، كل حاجه بالظبط، بس ما فتحش وما قبش. لا لا ما سبتيهوش كويس قوي ال 10 دقايق بتاعته يرتاح على المرحله دي. ده مهم قوي ان هو ياخد حقه في المرحله دي. وبعدين باخده وابتدي بقى اعمل الحركة بتاعت التسوية بتاعتنا، نسوي على البوتاجاز، نسوي على الفرن براحتنا. مين معانا؟ يا أماني. شيف دعاء. أهلا وسهلا، ازيك يا أماني عاملة ايه؟ تمام، أنا بحبك قوي، أنا متابعك على طول. يا حبيبتي منوراني، ازيك يا حبيبتي، أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب. كان دايما لي عندك سؤال يا شيف ممكن؟ اتفضلي طبعا أمري. انا عندي كميه ليمون كتيره مش عارفه اعمل فيها ايه، ولما دفف بيتهري مني. طيب كميه الليمون دي خللتي ليمون؟ مخلله، بس ان الكميه كتيره فبيمرض يعني بيطرى كتير قوي بقى. طبعا لا خلاص، ما احنا لازم نعصره بقى، احنا هنعصره كده بالعصاره، هنعصر بالعصاره مش في الخلاط، والعصير ده نحطه في قوالب ثلج ونشيله في الفريزر علشان بعد كده. الليمون المخلل. انت الليمون المخلل هو اللي بكتير ولا ايه؟ الليمون المخلل، انا عندي كميه ليمون كتيره. الليمون اتخلل كتير.
وحطيتيه في التلاجة؟ يعني شايلاه في التلاجة؟ طيب يطول أكتر في التلاجة. هو لازم يقعد في التلاجة عشان يطول معانا، وبعد كده بقى امسكيه اضربيه في الخلاط، اللي يطرى منك بقى وتحسيه طري تقومي واخداه ضرباه في الخلاط وشايلاه في الفريزر او في التلاجه بزيت، بس يستحسن بقى في التلاجه في الفريزر، علشان تستخدميه زي الصوص كده، نعمل بيه صوصات، يعني نحطه على طبق فول حلو فيبقى فول بالايه بالليمون المخلل. تعالوا بقى ايه نشوف الرغيف بتاعنا كده. ده يبقى جميل. طب قولي لي الرغيف اللي حطيناه على الطاسة قب من ناحية واحدة وما قبش من بقية النواحي. استنى تفتكروا ليه عمل كده؟ الحرارة مش متوزعة. حرارة البوتاجاز مش متوزعة كويس. مهم هنحط شوية في الفرن ونسوي حبة قدامنا هنا. تعالوا ناخد ده الرغيف ده كده ندخله في الفرن. انا حاطة صاج في الفرن من تحت خالص عشان هحط عليه العيش على طول. يلا بينا نقفل بقى عليه، بس الصاج لازم يسخن كويس قوي ويبقى سخن كويس جدا وكله تمام عشان يطلع معانا مظبوط. بعدين نكمل زي ما احنا اتفقنا كده، نفرد ونسيب اللي هنفرده في صاج يرتاح، والصاج يبقى مرشوش فيه رشة الدقيق، وغطي بكيس او بفوطة. نعم يلا بينا. يلا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش اي حته. لا خطير جماعه، فكره ان احنا نقعد نعمل العيش في البيت دي احلى حاجة ممكن تعملوها بجد، تحفة. سواء سويتوه في الفرن سواء سويتوه في الطاسة، المهم بس تسخنوا الطاسة كويس قوي او الفرن كويس قوي، وتعملوا بقى احلى سندوتشات، حلو ومبهج ولذيذ جدا. تعالوا بقى نحطوه من الناحية دي. احنا كده كده ممكن نشتغل في عجينة الطعمية مع العيش، طلع اللي في الفرن كمان، ناخد اللي في الفرن دول. يا سلام يا سلام. يلا بينا. تعالوا بقى ننزل بمقادير الطعمية. مقادير الطعمية بتاعتنا هننزل بيها حالا. فين الورقة؟ اهي. عايزين نقول انا مدياكم مقادير الكيلو، ماشي؟ فانتوا تقدروا ان انتوا تخلوها نص كيلو علشان مقادير الكيلو ممكن تبقى كتير شوية. فهنقول كيلو فول مدشوش، بصلتين مكعبات، بس هيكونوا بصل صغير قوي يا جماعة، يعني لو قلنا ان هما هيبقى نص كيلو فول مدشوش، يبقى الفول المدشوش ده هيتنقع قبلها بيوم، وبعد كده هحط له بصلاية واحدة وتبقى بصلاية صغيرة، مش بكتر البصل ولا بكتر الثوم ولا بكتر الخضرة ولا بكتر أي بهارات. أهم ما في الموضوع إن الطعمية بتاعتنا تطلع فاتحة. فعندنا كيلو فول مدشوش عليهم بصلتين مكعبات وأربع فصوص ثوم، يبقى النص كيلو أخد بصلاية صغيرة قوي وفصين ثوم ونص حزمة شبت ونص حزمة كزبرة ونص حزمة كرات. كل ده انا بتكلم على حزم صغيرة قوي يا جماعة، يعني انتوا بالنظر ممكن تحطوا اقل من كده، لان انا مش عارفة الحزمة اللي انتوا هتشتروها هتبقى قد ايه. عايزين كمان بصل اخضر او كرات او الاتنين مع بعض براحتكم. عايزة نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، ربع كوباية مية، كزبرة جافة، ملح وفلفل اسود، واكيد زيت للقلية، وعندي بقى سمسم وكزبرة علشان نحمر ونرش كده على وش الطعمية. يلا بينا.
تعالوا نشيل ده من هنا دلوقتي والم بس شويه الدقيق دول ونرجع لهم تاني. الكبه بعد ما نقعت الفول يوم ليله 12 ساعة يعني بصفيه طبعا من المايه كويس قوي وبحط الكلام ده كده في الكبه. نديله الاول قد ايه؟ نديله ضربه مع البصل، بصل مش كتير مش كتير، انا هنا كمان عندي اقل من نص كيلو. بصوا ادي البصل اهو، مش هحط بصل كتير خالص، طعم البصل والثوم بيبقى وحش قوي لما بيبقى زياده. وادي فص الثوم. معانا مين؟ ام زياد. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ انا الحمد لله حبيبتي كويسه. عامله ايه انت يا دعاء؟ كويسه يا روح قلبي. عايزه اسال عن تتبيله الفراخ. اني واحده؟ الفراخ المشويه. حاضر من عينيا. حاضر يا حبيبتي، تسلمي لي يا ام زياد، شكرا على اتصالك. يلا بينا. الاساس بتاع الطعميه ان احنا بنعملها كعجينه من غير بهارات، من غير بيكنج صودا، من غير بيكنج باودر، من غير ملح، من غير ولا اي حاجه، يعني الفول والبصل والثوم والخضره. في ناس تقول لك انا ما بحبش احط شبت، وناس تقول لك انا بحبها كزبره بس، وناس تقول لك لا ده انا ما بحطش بقدونس. اختياركم في الخضره زي ما انتوا عايزين، بس انا بالنسبه لي اوعي تشيلي الكزبره الخضراء. انت بقى عايزه تحطي شبت، بتحبيه ما بتحبيهوش، دي حاجه ترجع لك. انا بحب احط تاتش كده من كل حاجه، ولكن اساسي عندي الكزبره الخضراء. ادي شويه الشبت، خدوا بالكم ما تبقاش مخدره، اخضر فاتح، عايزينها اخضر فاتح. هي تطعيمه كده من كل حاجه كفايه قوي. انا مدياكم مقادير كيلو، ولكن بالنظر لازم تخلوا كل المقدار بتاعكم من الخضرة بسيط بسيط بسيط. معنا مين؟ ألو؟ ألو؟ مدام أمال؟ ألو؟ أيوة يا شيف دعاء. مدام أنعام إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إزيك يا شيف دعاء، وحشانة كتير والله. حبيبتي وإنتي وحشاني أكتر. والله وحشاني، وبغلب على ما بطلبك، ونفسي كل يوم أكلم حضرتك. يا روح قلبي، الله يسعدك يا بنتي، وتسلم إيديكي وعينيكي. تسلم يا رب. والله وتبارك فيك وفي اولادك وفي صحتك وفي عافيتك وفي كل حاجه. والله يا شوف دعاء ربنا ليكي بندعي لك. حبيبتي يا مدام انعام، انت حبيبه قلبي. اه والله من القلب لقلب رسول. والله تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. اشكرك وميرسي ليكي انت. الله يخليكي ويبارك فيك يا حبيبتي. شكرا. اشكرك، تسلم ايديكي وعينيكي. تسلمي، نورتيني باتصالك وبدعوتك الحلوه وبطاقتك الايجابيه، وبجد شكرا قوي 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 لكل دعوه من قلبك كده. شكرا. يلا بينا. نفتح ونشوف ايه الاخبار. والمية الساقعة او التلجية اللي بنحطها، حتى بنحطها لما نعرف كده الدنيا ماشية معانا ازاي. الفول شرب مية قد ايه؟ الخضرة عملت دورها وورتنا كده هي فيها كمية مية قد ايه ولا لأ؟ شربة مية قد ايه؟ مش شربة مية قد ايه؟ كده دي حاجات مهمة قوي بنبص عليها كده وبنعرفها، عشان كتر المية مش يعني مش احسن حاجة خالص. وبرضو ما بتبلش دلوقتي، عشان كده بقول لكم ده الاساس. الاساس بتاعي ان الطعمية هو ده كده. اتبل بقى امتى؟ دي حاجة ترجع لك. تتبلي وهي عجينة ماشي، عايزه تتبلي قبل القليه ماشي، هتعمليها اقراص وتشيليها اقراص في التلاجة في الفريزر، ولا هتشيليها عجينه؟ دي برضو كلها حاجات بترجع لست البيت. Yeah.
دايما نفتح نريح الكبة ونبص تاني ونشوف بقى دلوقتي احنا ايه هنحط مية قد ايه. مالها دي؟ مش عارف. هي متعودة تعمل كده؟ طيب يلا نطلع فاصل سريع افتحها كده ونرجع جري على طول. يلا بينا. رجعنا من الفاصل. اللي حصل في الفاصل كملت ضرب ما حطيتش ميه خالص، انا حسيت ان هي مش محتاجه ميه خالص. ادي العجينه وما تبلتش، استنيتكم بقى عشان نتبل مع بعض. ادي العجينه، لون العجينه اهو ما يعتبرش غامق خالص كده، بالنسبه لي اللون ممتاز، اخضر فاتح جدا. كل ما عجينه الطعميه بتاعتك كانت فاتحه كل ما كانت احلى واحلى. هنعمل كده. لو عندك كمان عجانة صغيرة خديها ضربة في العجانة، هتفرق قوي معاكي في دخول الهواء. عايزين ندخل لها شوية هواء ونديها التتبيلة. لو انت هتشليها كعجينة زي دي كده يبقى في أكياس نشيل منها الهواء ونشيلها كعجينة عادي جدا. طب أنا عايزة أشيلها أقراص، أعمل إيه؟ تقومي قلياها نص قلية، يعني تسويها عادي خالص وتتبليها وتقليها نص قلية وتشيليها نص مقلية. ده بالنسبة لي أفضل حل، وبعدين تطلعيها بقى تعملي اللي انت عايزاه. رشة بسيطة من الكزبرة، رشة بسيطة من الكمون، شوية البيكنج باودر أو البيكنج صودا كده هو، الملح. أنا هنا بقى خلاص كده أنا بقيت إيه بشتغل، مش هخزن، أنا عايزة أقليها. آدي الطعمية بتاعتنا، شوية الملح، رشة فلفل اسود ما نحسش بيها كلنا بالشكل ده. عايزين نبص لو في حاجة في الفرن عايزة تتشال، في رغيف صغنطوط خالص ممكن نشيله بقى ونشيل ده كمان. يلا بينا، تعالوا بقى هنا كده نعمل كده اهو ونبتدي ايه ندخل لهم الهواء. استاذ حمدي يلا ندخل للعجينه شويه هوا كده زي ما احنا شايفين كده 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 بالمضرب، بالمضرب السلك. اضربي بالمضرب السلك، اضربي بالمضرب السلك. لما تيجي تطلعيها من الفريزر، عارفه لما بنشتري عجينه طعميه جاهزه من عند الراجل وتحطيها في الفريزر وتيجي تطلعيها تبقي مش عارفه هتعملي ايه، اللي هو هي دلوقتي كده هبطانه خالص افوقها ازاي، ميه ساقعه متلجه وتقومي عامله كده. بصي كده اهو، رشه ميه بسيطه خالص، انا رشتها بايدي، واديها ضربه 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 كده عشان يبقى فيها شويه هوا حلوين من غير بيض ولا حاجه. نعمل كده كده كده، احنا متبلين والتتبيله بتاعتنا على خفيف يا جماعه لو سمحتوا، مش بكتر البهارات. معانا مين؟ ام مين؟ ام ابرار، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ طيب حاولي تطلبينا تاني. انا محتاجه الزيت، عايزين نقلي بقى. حبة المية دول بقى يفوقولك العجينة خالص، بس الضربة دي مهمة قوي مع البيكنج صودا او البيكنج باودر اللي بنحطها برضو. انا ما بحبش احطها عجينة متبلة وفيها بيكنج باودر او بيكنج صودا، ما بتبقاش الطف حاجة خالص. نحاول نشيلها عجينة بس. مستنيين بس الزيت السخن يجي لنا. ك
كل ما اديتيها هوا حتى لو حطيتيها في العجينه تديكي هوا كده وتبقى فلافي وخفيفه وجميله. طبعا بتاعه الشارع بقى وبتاعه المحلات بتبقى مخدومه بشكل كبير قوي ومضروبه بقى كويس في الحجر ده وحاجه يعني اخر لطافه. نكلم مين؟ ايمان ازيك؟ ازيك يا شيف زهره عامله ايه؟ اهلا اهلا اخبارك ايه؟ الحمد لله والله انت عامله ايه كويسه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يا رب دايما الله يخليكي بحبك قوي يا شيف زهره والله. حبيبه قلبي تسلمي يا رب. الله يخليكي يا شيف زهره تسلم وقفتك والله وتعبك وعلى فكره يا شيف زهره جربت اللي هو القرص بالقرفه والسكر وجربت البقسماط برضو طلعوا حلوين خالص والله العظيم. الله الله اسعدتيني. ان شاء الله النهارده نجرب العيش والطعميه. حبيبة قلبي انت ربنا يسعدك. ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلمي يا حبيبتي ربنا يخليكي. وقفتك يا شيف دعاية وتعبت لينا. حبيبتي الله يسعدك يا حبيبتي شكرا. تسلمي لي ويسلم لي ذوقك. يلا. على الزيت السخن على طول ونبتدي ايه؟ نعمل كده الكرات بتاعتنا. نديها شوية الكزبرة الحلوة شوية السمسم. وننزل في الزيت. نبص كده ايه الاخبار واحنا بنقلب عشان ما نسيبهاش كده ايه عايمه. زيت سخن يا حبايبي اوعوا الزيت يبقى بارد. وعلى عين طبعا ايه محترمه كده وعاليه وجميله زي العين بتاعتي بالظبط. العيش بصوا الرغيف وحلاوته بقى كده. الطعميه يا جماعه بتستوي هي على النار ورغيف العيش جوه في الفرن. في احلى من كده ساندويتش؟ بس كده خلاص مش عايزين حاجه ثانيه يعني مفيش احلى من كده. هي اللقمة الشامي الحلوة دي مع طعمية سخنة طماطمية بقى بعد إذنكم وخلاص صح؟ بس كده. معانا مجنة ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبة قلبي عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ وحشتيني والله. حبيبة قلبي وأنتي وحشاني على طول، أخبارك ايه حبيبتي؟ يا رب يخليك. على فكرة أنا عملت البقسماط والقرص طلعت تحفة ما شاء الله. الله الله يسهل. انا مبسوطه قوي الحلقه دي ناس كتير قوي نفذت. انا عماله اتصل على حضرتك مش عارفه اخش اقول لحضرتك اشكرك قوي حبيبتي والله. الله يسعدك والله. ده انا مبسوطه بيك ومبسوطه بيكي قوي ومبسوطه. تسلم ايدك انك عملتي الحاجه وطلعت من ايدك. انا بحب المعجنات جدا بحب اقعد اعمل للاولاد يعني. هي ممتعه ممتعه حاجه جميله بصراحه. انا لسه امبارح لسه عامله البقسماط وطلع حلو الحمد لله. اه بتاع دوت ابو جنه قال لي جميل تسلم ايدي. الف هنا وشفاء على قلوبكم يا رب. تعيشي. ممكن احمد يكلم حضرتك؟ مين؟ احمد ابني يكلم حضرتك. طبعا اتفضلي. ازيك يا استاذ عامله ايه؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه كويس؟ الحمد لله. فاكراني؟ طبعا طبعا بحبك قوي. بحبك قد الدنيا شكرا. تسلم ايدك على البقسماط والقرص. تسلم وتعيش بألف هنا وشفا. تسلم ايد ماما. وتسلم ايدك انت كمان. تسلم يا حبيبي شكرا. عاوزين طريقة الفينو. من عينيا عينيا الاثنين. حاضر. بس كده انت تؤمر يا استاذ احمد. ده انا اسيب اللي في ايدي واعمل لك فينو مخصوص. بس كده. تاتاتا. لا 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 بجد يا جماعه في حاجه بتسعد الانسان غير انه يقدم حاجه يعني يعمل حاجه في البيت لنفسه كده والله العظيم حاجه لذيذه قوي 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 ان احنا نعمل حاجتنا بنفسنا دي متعه. الطعميه احنا تمام. انا بس ما كنتش عايزه احط زياده عليها كنت خايفه من الزيت قوي كنت لسه بعمل له تشيك اشوف هو تمام مش تمام. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم كده هادي يعني انا الزيت عشان عندي في التكييف هنا كنت بسخنه بره كويس قوي على ما دخل مش دي درجه حراره الزيت الطبيعيه للطعميه المفروض يبقى برده حامي اكتر من كده. فانا يهمني ان انتوا لما تقلوا الطعميه بتاعتكم تقلوها في زيت غزير والزيت الغزير ده يبقى سخن قوي والطعميه بتاعتك تطلع فاتحه كده. الطعميه اللي بتغمق وبتسود في
في القلية بتسود من ايه وبتغمق من ايه؟ من كتر البهارات ومن كتر الخضرة. الخضرة هي اللي بتخليها سودة، تخليها غامقة، عشان كده الناس بتقول طعمية البيت مش حلوة وطعمية الشارع أحلى. طبعا طعمية الشارع كده كده أحلى، ولكن لا، بنعمل طعمية حلوة في البيت ومقرمشة وكله تمام. بصوا النبي، لا لا يا جماعة، ايه القرمشة دي؟ أسمعها لكم ازاي؟ باينة؟ بس كده السماء من جوه اهي، بصوا من جوه فاتحه وحلوه ازاي، مش غامقه بقى، مستويه وفاتحه ومن بره مقرمشه ومن جوه طريه، حاجه يعني زلابيه. دي زلابيه، دي مش طعميه. يلا المضرب السلك، ودخلي الهواء كده، شويه البيكنج باودر ولا البيكنج صودا، معلقتين الميه اللي حطيناهم في الاخر، وتاخدي من الطعميه، ما تقعديش تدكيها، ما تعمليهاش قرص متكوك كده، سيبيها الهوا فيها زي ما هي، وتقومي رشه الكزبره عليها على الوش والسمسم. يلا لو عايزه ايه هشوف، انا بس عايزه انجز والزيت سخن قبل ما يبرد، عشان ده عامل زي سندريلا. والله الزيت لو بارد مش هبقى عارفة اعمل ايه. الساعة 12 بتيجي بيجري. طعمية اسمها ايه دي بقى؟ أرناؤوطي دي اسمها ايه؟ ما اسمهاش أرناؤوطي، اسمها ايه؟ الطعمية الصغيرة اللي ليها اسم، عين كتكوت؟ مش عارفة، مش فاكرة والله. لا مش جرين برجر اكيد. لا لا ليها اسم والله. ما هي كل طعميه احنا في مصر المحلات هتلاقيها ليها اسم، بس شويه طعميه بقى لوز لوز لوز، حاجه والله اخر لذاذه. محدش يقول لي بقى اصل الطعميه من بره احلى، لا 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 لا، بنعمل طعميه في البيت حلوه وجميله وتحفه وكل حاجه. قرص الطعميه ده معروف. لا الصغنطوطه دي ليها اسم، انتوا سيرش بقى. ليها اسم قديم فعلا والله، اسمها حاجه كتكوت يعني. عين كتكوت؟ لا مش عين، عين. طب سيرش جوجل، اسك جوجل. وبعدين بتبقى مكوره كوره مش متبططه، فانا بحاول اظبط الكوره على قد ما اقدر. في حاجه في الفرن؟ ايوه. انا بحب كمان المحشيه هريسه، لو تحبوا تحشوها هريسه او جبنه او الجو اللطيف الجديد، الترندات الحلوه دي برضو لذيذه، ما يجراش حاجه يعني، عادي. سندوتشات بقى يا جماعة، هي عيش شامي أو عيش فينو على فكرة، هي الطعمية في العيش الفينو واو خطيرة. سندوتشات الطعمية في العيش الفينو والعيش الصاج والعيش الشامي والعيش البلدي، أي عيش. احنا فعلا، بس هي في العيش الفينو واو خطيرة. هي في ناس كتير شايفة ان الطعمية في العيش الفينو أحلى، وهي بجد تحفة تحفة في الفينو، مختلفة. وفي الميكس طماطم، وفي ميكس جبنه بيضة، وفي ميكس بتنجان، انا بحب طعميه وبتنجان وبطاطس مع بعض كده. مش هحط تاني في الطاسه، هسيبها بقى ايه تتالق. ممكن نطلع فاصل صح؟ يلا فاصل سريع بقى، ونرجع كده ايه نظبط بقى ونعمل سندوتشاتنا وحركاتنا.
رجعنا من الفاصل واخر طاسه طعميه ظبطت بقى كله نفس المقاس كده. نبص معانا تتفضلوا عندنا هنا في شويه الطعميه دول عند الطاسه لو سمحتوا، عن حلاوه وريحه وجمال ولون وطعامه الطعميه بتاعتنا. لا بجد والله ايه اللذاذه دي. احنا في الفاصل بقى كان في ناس هنا يعني كان حواليا ناس هنا ايه بتفطر عادي، جبت بتنجان وبطاطس وكده. عايزين نبص على العيش كمان عشان انا حاطه كام رغيف كده في الفرن. يامي يامي يامي. ثانيه بقى نطلعه عشان مش لاقي حاجه اطلعه بيها ولا ايه؟ لا ممكن نقلبه. ايه الحلاوه دي؟ ايه اللذاذه دي؟ يلا ياخد لون كده من تحت ونشيله على طول. بطاطس المهروسه البلدي دي اللي هي بطاطس مهروسه نعملها سندوتشات عارفينها، سمنه بلدي. تعالوا بس ايه نسخن السمنه كده في طاسه على النار. السمنه تبقى ريحتها حلوه يعني، حتى لو نباتي او كده وما عندناش بلدي، هي بس التكه بتاعتها ان هي بتبقى سمنه وكمون وشويه بقدونس وايه كمان؟ بقدونس وشويه ملح وفص ثوم بس خلاص. بس مش قادره احكي لكم بقى ساندوتش بطاطس ولا تغميسه بطاطس تحفه. ما احنا جنب الطعميه يا بنعمل مسقعه يا بنقلي بتنجان. نعم طعميه هيلثي طبعا. الطعميه اصلا هيلثي على فكره. هي مشكله الطعميه فين بقى؟ الطعميه مشكلتها في الزيت، لكن هي هيلثي اصلا والله، فيري هيلثي وصحيه جدا. كل طعميه براحتك. ايوه يلا بينا. الطعميه بجد والله صحيه قوي، ما فيهاش اي مشكله. مشكلتها كلها ايه؟ في الزيت يعني. نعملها في الفرن وتاكلوها براحتكم. ودلوقتي بيعملوها في الاير فراير فعلا يعني. بتهزر والله، كل حاجه في الاير فراير دلوقتي بقى بيحطوها، بيعملوا القهوه في الاير فراير. يلا نحط العيش الناحيه دي. السمنه ساحت، ننزل بالسمنه السايحه كده بعد ما بتسخن وريحتها بتطلع على البطاطس. رشه ملح وفص ثوم وكمون. واكلم ام حنان صح كده؟ الو. يا احلى شيخ، يا احلى شيخ في الدنيا والله. يا حبيبتي عامله ايه؟ يا حبيبتي وشكرا على تعبك كل وصفاتك الجميله يا قلبي. شكرا يا حبيبتي، ده شغلي والله. كلها جميله يا حبيبتي، شكرا على تعبك وتسلم ايديكي يا قلبي على كل حاجه حلوه من ايديك. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي الف شكرا. والله العظيم وصفاتك الجميله وانت جميله، انت جميله اصلا انت الدعاء والله. حبيبه قلبي انت، ربنا يخليكي. تسلمي يا حبيبتي، يسلم ذوقك والله. يلا بينا نحط فص الثوم. احنا حطينا لها السمنه، فص ثوم صغنطوط خالص، اللي ما بيحبش الثوم يشيله. رشه الكمون عشان هو ده الايه الطعم اللي بيميز الطبق بتاعنا المصري الاصيل. ورشه البقدونس الحلو، واديها بقى ايه هرسه حلوه كده. واعملي بقى سندوتشات البطاطس المهروسه دي. يا خبر على الحلاوه، ولا لبن ولا حاجه، هي بس تتسلق كويس وخلاص. ده دي حتى بالمعلقه كده بتبقى تحفه. عايزين نديها ملح، شكه طبعا ان احنا ممكن نبقى ما ملحناهاش كويس. نديها كده ايه رشه ملح، مع ان الملح احسن حاجه وهي بتتسلق يتشرب كويس قوي ومظبوط قوي. بس سيبكوا سيبكم من ده كله، قرمشت الطعميه. الطعميه في حته تانيه. نجيب الطبق اللي هنقدم فيه البطاطس المهروسه. مش هعمل بقى سندوتشات، انتوا بقى اعملوها سندوتشاتكم بقى وميكساتكم براحتكم زي ما انتوا حابين. انا بالنسبه لي الميكس المميز دايما بيبقى بطاطس وبتنجان، بطاطس محمره وبتنجان مقلي، بيبقى خطير. نحط كده ونعمل ايه؟ نعمل كده اهو. خير. الرشه
اللذيذة بتاعتنا بتاعت البقدونس وبالهنا والشفا. في ناس تحب بقى معاها بيض مسلوق، في ناس تحب معاها قرن فلفل حامي، بس الفلفل الحامي ده عايز الطعمية الحلوة اللي احنا عملناها النهاردة دي. يلا بينا. في ايه؟ انا عايزة طبق احط فيه الطعمية بتاعتنا. انا احطها فين؟ كل حاجة مرصوصة بزيادة. هنا اهو، يعني اخد طبق تاني بقى صح؟ لا ما انتوا راصين كده تحسي فاترينا فكده هبوظها يعني. لا لا نظرة كمان على الطعمية، نظرة كمان نديها، ادوها نظرة. كنت عايز شوية بقدونس. طيب خلاص بقى، خلاص اللي ذاكر ذاكر. يلا والله انا مش هينفع اقدمها برضو في الطبق ده، مش عاجبني، فهروح اوديها هناك عند الرصة عند الفاترينا. بصوا سامعين الصوت؟ ما حدش هيسمع بس الصوت خطير. عايز ايه قولي؟ مش فاهمة والله، ما فاهمة، مش فاهماكوا اصلا، مش فاهمة انتوا عايزين ايه. ايوه كده حلو كده، كترت الطعمية وادتنا الفخامة. حلقة لذيذة قوي والله. مش هوصيكوا بس ان اهم حاجة تحصل ان الطعمية بتاعتنا واحنا بنضربها في الكبة ما نحطش المية. انا ما حطيتش المية الا لما حسيت وانا بشتغل في الاخر خالص انها عايزة نقطتين مية، عشان ما نقولش ربع كوباية ونقوم دلقينها وتمي مننا. مهم قوي ان احنا ننقع الفول قبلها ب 12 ساعة وبعدين نصفيه كويس قوي. الخضرة بالنظر مش نقعد بقى نحط في خضرة نحط في خضرة، المهم ان انا احط من كل حاجة شوية صغيرين شوية صغيرين. البصل والثوم الكتير بيوحشوا طعم الطعمية، الخضرة الكتير بتغمق الطعمية، الزيت لازم يبقى سخن. لو هنشيل الطعمية في الفريزر يبقى يستحسن ان احنا نشيلها من غير بيكربونات الصوديوم ولا البيكنج باودر ولا حتى التتبيلة بالكمون، بكل حاجة نشيلها كده من غير ولا حاجة. ولما تطلع بالمضرب زي ما انا عملت ورشه ميه ساقعه متلجه مع الكربونات ومع الملح والكمون والكزبره، طلع معاكم احلى طعميه هتنبسطوا قوي بيها. مبسوطه قوي 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 بالحلقه النهارده، حلقه حلوه قوي عملنا فيها العيش الشامي المنفوخ اللذيذ ده بتاع الساندوتشات، عملنا كمان الطعميه وشويه بطاطس مهروسه كده بالسمنه. الحلقه حلوه وحرشه وجميله، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم بكره على الهواء على خير ان شاء الله. يلا باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.